تفضل جناب المأمور. لكم خضوعي يا مولانا سكجك. طمني يا مأمور الضرائب. امروا يا مولانا سكجك. شو أخبار الخزينة ولك؟ اطمن يا مولاي، الخزينة معباية لتمة بالملايين. اي بس أنا شفت بنومي رؤية حزينة، قال عم يلعبوا فيها الجردين. كلام عدوين يا مولاي، كلام عدوين. الجردين والحردين ما بيقربوا أبداً على مال السلاطين. يعني الخزينة مليانة؟ هو كانت ناقصة حق بتنجاني، بس هلا صارت طافحة وعمرانة. عظيم جدا. وشو أخبار بيت المونة؟ يا سيدي الخوابي مليانة للحفة بالزيتون والعطون، والمطربانات معباية للشفة بعصير الليمون. أما البراميل يا مولاي فمتروسة ترس بالعسل والحلاوة والدبس. يا ترى سويتوا لنا هالسنة مكدوس؟ نعم يا مولاي يا سكجك، ساوينا 80 خابية مكدوس، ومولنا 2000 تنكة تين ممعوس، و900 أمتار فول مسلوق ومهروس. قسماً بالله إنك لعنة مكبرتي وبلوي مصبرة. ليش يا مولاي؟ لأنه هالعفرتي ما بيقدر عليها إلا الطواشي والمرأة. ومولنا يا مولانا، مولنا 3500 معجن حنطة، 3440 لجنابكم، والباقي للعسس والشرطة والكلب والببغاء والقطة. قسما بالله انك عجبتني. يا ضرسان، لانك اشطر من النسوان. هذا يا مولاي ما عدا الكشك والجبن والقريشة والزبدة والسمن، ويلي بده تيبيس يبسناه مثل اللوبيا والملوخية، ويلي بده تأميه أمعناه مثل البامية والفاصولية. تشق جزال، ظني فيك طيب ما يزال، لأنه أكره شي علي تنقص مونتي زيتونة. إيه والله وقتها بنفضح قدام الحجة أمونة. عفوا يا مولاي، منو هي الحجة أمونة؟ واحدة من نسواني، بس عينها كتير فجعانة، يعني إذا قعدت على الصفرة بتطرق لحالها 15 رغيف مشروح، وإذا بدها تتحلى عنب بتاكل داليت الأسطوح. بعكس مرتي الصغيرة تركان، هديك بتاكل شو من كان. شو بتاكل يا مولانا حتى ناخد هالمسألة بحسباننا؟ بتاكل على الوعى 11 نخاع طاووس، وما لها مرق لا بخاروف ولا بجاموس. معلوم المخلوقة تركية، ترباية قصر يلضيز، يعني لو بدها لبن الحية بدي ساير ونفز. المهم على سيرة الطواويس والجواميس، شو أخبار شعبنا؟ يا ترى لساته بيحبنا؟ احكي بصراحة يا مولاي. نعم احكي بصراحة وتجنب الأباحة، ولا تنسى أني بحبك لأنك بتصارحني وبتقعد على صفرتي وبتمالحني. وأنا رح أحكي من هالمنطلق، لأنه بصراحة المسألة تدعو للقلق. شلون يعني؟ يعني بصراحة يا مولانا سكجك، الناس خايفة من أسلوبك ومنهجك. شلون خايفة ولا؟ سيدي إن شاء الله روق، وعلى كلامي لا تدقق. احكي احكي واسترسل قبل ما يطلع خلقي وبهدل. عجل. سيدي بجي لأحكي بنسى أني قدام والي تركي، يعني بصير بحكي شروي غروي وبنسى طبعك الدموي. احكي عليك الأمان. أمرك يا مولاي. أنا رح أحكي المجريات والوقائع. احكي بصراحة وبالتفصيل، الحكي ما عليه طوابع. حاضر. بصراحة يا مولانا سكجك، الناس عم تدعي عليكم بالجوامع. هو علينا؟ وليش عم تدعي علينا؟ سيدي لأنه أفراد الشعب حاسين بالخوف والرعب. شو عم تقول؟ الخوف مني يا دب؟ لا سيدي لا تفهموني غلط، أنا ما بحب الشطط، بس الناس خايفة من المجاعة والقحط، ومن فقرهم وجوعهم عايشين بالزلط. يعني يا مولانا في ناس عم تحمص جراد وجنادب، وناس عم تصطاد حياية وعناكب،
وناس عم تسلق وتشوي خنافس وعقارب. عظيم عظيم كتير هالبشرة بهيجة وسارة، وكتر خير هون لأنهن عم يخلصوا البلاد من الحشرات الضارة. بس هالشي يا مولانا بسبب الجوع. إن شاء الله جوع جربوع. وانت التاني بتحب النكد والمقت، وكلامك أسود من القطران والزفت. يعني يا سيدي حاسين اني أخطأت؟ مو مسألة خطأ، بس لسانك بالسخافة نطق. ولك يا أرخان، الله خلق عباده فوق بعضهم درجات، بقى ليش الهات والخود والخود والهات؟ المسألة محسومة، رب العالمين حسمها. بقى ليش حتى تدقوا بالحكومة وتبتسموا للي شتمها؟ سيدي أنا لا دخلني ولا خرجني، أنا سلك نائل، بقى بوس إيدك، لا تحرجني ولا تخربقني بهالمسائل. يا أرخان. نعم يا مولاي. حبيبي أنت لازم تنعدم، لأنه كلامك سمج ما بينهضم. الرحمة يا مولاي. الرحمة، عم تطلب مني الرحمة بعد ما سويت عيشتي فحمة؟ كان قصدي يا مولاي. ولك يا جاموس، يا جاموس، أنت مسؤول مطابخ وخدم وعشية، لشو لتعمل حالك شرطة سرية؟ أنت مسؤول طبخ وطعام، بقى شو فهمك بالسياسة والإعلام؟ يا سيدي، السياسة كمان طبخة، طبخة بالفعل، وأنا جبت من الواقع نسخة، طب الأصل. يا ساني نص لسان. عمرك مولاي. خذ لي أرخان واحبسه بزريبة الخيل، والحشه بين رجلين السيران، بركي بيبعجوا له بطنه بالليل. يا سيدي أنا مالي دخل، أنا وسيلة نقل. بالعكس، أنت يلي إلك دخل، لأنك غصتني لما بلغتني، وبطين القلق مرمغتني. ومشكلتك انك ما بتعرف تحكي مع الساسي، وكلامك دج ما في جنس السلاسي. يلا لشوف، يلا امشي من خلقتي قبل ما افعسك بجزمتي. يا ساني نص لسان. امرك مولاي. ابعث لي سايس الزرايب بالحال. خرجوا. هيك بيصير معي اللي بلف لفه وبيوقف بصفه، مفكرني ما عندي خبر الافندي. نصك كان مدينتي حرس وعساس، والتقارير اليومية عم تتكدس على طاولتي وعم بقراها قبل ما نام، وكلها عم تقول الوضع تمام والشعب عم يدعي للسلطان. دو عزيمة الخير. تفضل. على مولاي ألقي التحية بالعربي والتركي واللغات المحكية. أهلين عثمان، شفت بدربك أرخان؟ هلأ بعثت لك يا علخان. شفته طالع زعلان وعم بينفخ مثل الحصان، وطالع من طاقة أنفه هبال، ومن الطاقة الثانية طالع دخان. إيه لكن زلمة جربان جبته من الأسطبل، قام الأفندي أخذ وش علي، صار بده يلاعبني بالنطة والحبل. ينك تكراره على هالفعل يا مولاي. لا، والألعن من هيك بده يزعجني وينقل لي أخبار إيه بتهيجني. شو نقل لك يا مولاي؟ نقل لي أخبار عن شعبي أفظع من الفظاعة، ومو ناقص إلا يقول لي رح تقتلهم المجاعة. بعدين أنو أحسن، يجوع شعبي ولا يجوعوا أتباعي؟ إيه والله ما يجوعوا أتباعي لسم حالي بسم الأفاعي. فعلا ما له حق. ليك والتاني قال ما له حق؟ ما له حق وبالبابوجة بيلتق. ولك شو دخله هو حتى يدافع عن الشعب؟ وشو الله جبره يحط حاله معي بموقف صعب؟ ما بكفي إني معيشه بقصري وحاطه سنادي لخصري؟ يرموا رقبته من بين كتافه يا حق. ولك فطوره لحم أرانب بالفستق والصنوبر يلي جاييني مخصوص من صوفر، وغدا فخدة مخلوطة بالبندق والزعتر، وعشاء ديك حبش معلوف منتوف بورق الورد ملفوف، وآخرتها لك شو النتيجة؟ الأفندي جاي يتباكى عالشعب بين إيديه، ومين بيعرف يمكن بكرة يعمل ثورة علي. بقى شايف على هالبلوة؟ يعني كأني جاي بجردون وعم شربوا قهوة.
فعلا يا مولانا ما بيلبقله، بترجاك لا تنقرق، الدقنه اللي مو معوده على البخور بتحترق. والله كنت بدي ارقعه كف جيبه بمكه، بس ما بدي حججه على حسابي. على كل حال ولا يهمك، وزع لي على الشعب كم امطار بصل. كم امطار؟ بكفي. بكفي مو هيك؟ طبعا طبعا بكفي حاجه. ولا تنسى انه الفقير بسمي البصل جاجي. اللي هلا شو اخبار الاسطبل؟ حتما زاد عدد الدواب بعد ما حبسته فيها البغل. حلوه جدا، مع انه شتائم من اختصاصي بس حلوه فعلا. شو اخبار الاسطبل؟ كل بقره يا مولاي صايره قد الطبل. عظيم كثير، وبدي منك يا عثمان اتعامل هالحيوانات معاملة الأهل، وتنام عندهم كل يوم فوق الزبل، بينبسطوا منك وبيوسعوا لك محل، لأنه الحيوان إذا شعر بالاهتمام البشري بيسمن وبيرتاح فكره وبيطمن. بدك ياني نام مع الدواب يا مولاي؟ شو علي يا عثمان؟ الخوف من الإنسان مو من الحيوان. ليش عندك اعتراض؟ أعوذ بالله يا مولانا، أنا دائما بطيع الأوامر وبرضخ. إيه طبعا لازم ترضخ، لأنه يا مجدي سابق أخوه للمسلخ. طبعا سيدي طبعا. المهم عثمان، شو في عندك أخبار كمان؟ مولانا خبريتي مو حلوة وخايف من غضبك. ليش بقى؟ العمى ضربك؟ لأنه ليلة أمس يا مولاي رجعوا الجمال من المرعى ناقصين نفس. شو ناقصين؟ جمل يا مولاي، جمل. ناقصين جمل؟ نعم يا مولاي، الجمل بما حمل. ليش شو كان حامل؟ حامل سنامه، وأمه ماشي بالبرية قدامه، فجأة التفتت الأم، ومعلومكم بعد الأم حفير وطم، ما لقيت ابنها قدام منها فصارت تصرخ مثل البغل. استنى لقلك استنى. أمور يا مولانا واتمنى. قصدك ضاع جمل من جمالي؟ مولانا مو مشكلة، المسألة ما بتستاهل، في عنا غيره 350 جمل. شو أنت شريكي حتى تحاسبني؟ وين الجمل ولا؟ فهمني. مولاي يمكن شرد وضاع بالبرية أو أكلته شي ديبة مأزية. قسما بالله يا عثمان، إذا ما التقى هالجمال لأعمل قصتك قصة وجرستك جرصة، قسماً عظماً لأعلفك بالفصة حتى تصير بحجمه، ومن ثم انحرك قدام أمه. يا مولانا أنا ما دخلني، أنا مالي راعي. نبه على الراعي وعلى جميع أتباعي إن أنا عايز الجمال بتاعي، ويلي بتحدثه نفسه يسرق لي جمال مشان يقولوا عنه بطل، بدي اقصف عمره وما بيحس الا حبل المشنقه على رقبته انفتل، واكبر خازوق بالشام بقفا دخل. اللي ولا خروق؟ الجمل ضايع ولا مسروق؟ يا مولانا هالسر ما بيعرفه مخلوق. شوف يا بطيخ مسمير، ما حدا ابدا بيقدر يعلم على الوالي، ويلي بده يزعبر على الوالي لحساب بيدفعوه الاهالي. اللي قديش صار له الجمل مسروق؟ صار له شي 5 ساعات. عظيم، وأنا رح أعطيكم مهلة 5 أيام، يا بيرجع الجمل لمطرحه يا أما غريمي بدي أذبحه. أنت بتعرف مين غريمي يا عثمان؟ بجوز شي إنسان جوعان سال لعابه لمرآه، حلي بعينه واستحلاه، قام سحبه وجره وراه. العنين وأضربين يا غراب البين. العمى لهالدرجة قلت هيبتي ووطيت عند الناس قيمتي حتى تجاسرت ومدت ايدها على جيبتي؟ لك العمى يعمص عيونكم عمص، ولك انا مرتي اذا شافت طربوشي معلق من خوفها بترقص رقص. طبعا لانه بتعرف انه هذا طربوشك ومسلك فعلا، بس بجوز هذا الحرامي ما بيعرف لمين هالجمل اصلا. شوفوا لعثمان، لا تشوفني حلس ملس بعيد من قبالي، لما بنزنق بصير اكبر نجس ولو كنت الوالي. واذا انت جبت الجمل رح تاكل عسل حقيقي، وان هالامر ما حصل رح تتخوزق عن طريقي. فمان ولا عثمان؟ طبعا مولانا سكجك طبعا. كلامكم يا سيدي واضح
وراح يتنفس حرفيا، مع انه قاسي وجارح راح اعتبره حبيا. لك حاجه تنافق، حاجه عي، وحاجه تبديلي موده، مهما خطيتها للمي ما بيطلع منها زبده. يلا يلا انصرف يا جربوع قبل ما يعلج عيري، وفي معك مهله اسبوع حتى ترجع لي بعيري.